لا أصدق أنه جيم جافيغان. انتباه أيها المتسابقون، أنا ريك تالي وهذا أخي السيد بيل. نود أن نرحب بكم جميعاً في سباق التتابع لدوك تالي للوجبات السريعة. بفضل معجبين مثلكم استطاعت مطاعم دوك تالي أن تحضر لكم الوجبات السريعة منذ 70 سنة حتى اليوم. والآن ما رأيكم ب70 سنة إضافية؟ برجر 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 برجر. إنه هو. إنه هو برجر بطاطا برجر بطاطا برجر بطاطا. سكوبي مع شهيتنا الكبيرة سوف نفوز بكل التأكيد يا صديقي. انظر. ليس هو. أجل يا صديقي، هذا أنا أقف أمامك تماماً. مذهل. إنه الممثل والكاتب والمنتج والكوميدي الارتجالي جيم جافيغان. إنه بارع جداً في أكل الوجبات السريعة. أفضل وصف نهم أو رجل جميل. والآن إن كنتما لا تمانعان أود أن أستمع إلى ريك يبدأ بالمباراة التي سأفوز بها. قوانين السباق بسيطة، قوم بجولات على حلبة مطاعم دوك تالي، كل البرجر المطلوب والبطاطا والعصير، ثم يجب أن تعودوا إلى هنا للنهاية، والفائز سيحصل على هذه البرجر الأولى من نوعها مباشرة من مشوات دوك تالي مع الجبنة. وما زالت في تغليفها الأصلي. أوه، هذا يبدو جيد. مهلا يا أصدقاء، دعوني أكتشف ماذا يحصل بالأضواء. اسمع يا سكوبي، أظن أن لعابي يسيل بمجرد